السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم الطريقة ديال الجيب المخفي، غادي نوريكم كيفاش غادي تصاوبوا بواحد الطريقة سهلة وبسيطة. هاد الجيب هذا ممكن أننا نديروه في سروال رياضي، ممكن أننا نديروه في عباية، ممكن اننا نديرو في الصايه، تيدار في بزاف الحوايج، تيدار حتى في التريكويات. بالنسبه اللي ما تيبغيش داك الجيب اللي باين، غادي تاخذوا البياسه ديالكم، غادي تشوفوا الجهه اللي بغيتوا مثلا تشوفوا الجنب ديالكم هكا، تتقيسوا بلاصه الجيب، تتعينوها هكا، كتشدوها بفنيته من الفوق من جهه التركيز، من تما تتعينوه بفنيته، تتشدوه هكا بفنيته، وتتعبروا من ديك الفنيته 15 سنتيم اولا 16، ما تيكونش فيه كثر، وتتفسقوا ديك الخياطه وديك الفنيته، ما تنحيدوهاش. دابا هذه هي البلاصه ديال التركيز. من هنايا هنايا ديجا كنا دايرين واحد الفنيته، تنعبروا من ديك الفنيته هكا، كنعبروا واحد 15 سنتيم او لا 16، انا هذا درت فيه 16 سنتيم بحال هكا. كتجيبوا الدوبلور في نفس اللون ديال اللبسه ديالكم، راه تيكونوا عند صحابين مالين الخيط، تقولوا لهم الدوبلور، غادي تاخذوا غير 4 متر وراه كافيكم، وغايشيط لكم مازال. انا غادي نفصلو بنفس الثوب ديال هاد القطعه ديال الثوب، لانني انا ما غاديش نديرو في اللبسه، غادي ناخذ هاد الطرف هذا، نتوما ماشي مشكل، حتى الا كان محلول من هنايا ماشي مشكل، انا ما حليتوش، درتو هكا مسدود. غادي ندير 16 سنتيم، وغادي نزيد واحد ديال الخياطه من هاد الجهه هادي، واحد ديال الخياطه من هاد الجهه هادي، هي 18 سنتيم. وهنايا الطول ديالو تديرو 17 سنتيم بحال هكا، وواحد ديال الخياطه 18 سنتيم، هاهو نديرو 18 سنتيم بحال هكا. انا هاد الطرف ما عندي ما مقادش، نتوما تنفصلو جوج مستطيلات ولا نتوما بحال هكا. هاد الجهه اللي غادي تجي لتحت تنطلعو بواحد 6 سنتيم بحال هكا، وتنقوروها بحال هكا. دائما الجهه التحتانيه كتجي مقوره، نتوما وتنقطع بحال هكا. غادي ناخذ الدوبلور ديالنا بحال هكا، غادي ناخذ الوسط ديالو، ناخذ الوسط هكا كنعلمو بحال هكا باش يجينا هنايا. تناخذوا هاد البلاصه هانتوما اللي علمنا، هاد المثلث ما عرفتش واش كيبان ليكم، تنتني على زوج بحال هكا. كناخذ الجيب ديالي من الجهه الفوقانيه، جهه التركيز ماشي من الجهه التحتانيه، جهه التركيز. تناخذ هاد البلاصه اللي ما هاد البلاصه اللي ما مفتوحاش، تنديرها في هاد الجهه هادي، تنحل الجيب ديالي، تنعبر من هاد البلاصه المفتوحه حتى للفوق، تنعبر نص سنتيم، تنحط
تنحط على داك نص سنتيم، ها هو نص سنتيم بحال هكا، وتنحط هاد المثلث هذا بحال هاد الشكل هكا. ثم تنقلب هذا بحال هكا، وكنتمشى على هاد، ولكن نشدو غير جهه اخرى وحده، ما هاد الجهه ما نشدوهاش، نشدو غير هاد الجهه هادي بحال هكا. ثم بحال هكا، انتوما دابا غنخيط انا من هاد الخياطه هادي. انا علاش انا خلي خيطها لكم بلون مغاير باش تبان لكم. هانتوما خيطها بالكري، غادي تخيطوا انتوما دابا من هاد الخياطه هادي، وتحاولوا هادي تحلوها، هاد الجيب هذا تحلوه هكا باش ما يدوزش لكم الماكينه ويجيو ملاصقين. وتنخيط، كنجيبو البرا ديال الماكينه ابتداء من هاد البديه ديال هاد الخياطه هادي، تنجر الدوبلور ديالنا بحال هكا. ثم معرفتش واش كيبان ليكم بحال هكا، هانتو بحال هكا. ثم هاد البلاصه عاوتاني تنجرو الجهه الاخرى ديال الجيب بحال هكا، هانتوما تنجروها هكا، هاد الطرف هو الجهه الاخرى ديال الجيب، تنجروها هكا باش نجيو حتى لحدا هاد الخياطه ونحبس. تنجي حتى لحداها، راه كتبقى لينا غير واحد النقيشه صغيره وتنحبس. عاود من هاد الجهه كذلك، تنجيو للجهه الاخرى، راه ساهل هاد الجيب هذا. ها نتوما خيطناه دابا من هاد الجهه هادي، دابا غادي نخيطوه من الجهه الاخرى، هاد الجهه اللي مازال ما تخيطش منها. ها نتوما غادي نجيب عاوتاني الفناتي، هانتوما ديك الخياطه اللي تخيطات ابتداء من نص سنتيم، ها هي بحال هكا، تنشدو عاود فنيته ابتداء من حدا هاد الخياطه اللي من هانيت، غير ما تفوتوهاش، خصكم تكونوا متحكمين في الماكينه، توقفوا في الوقيته اللي خصكم توقفوا فيها. كيبان ليكم ماشي، ها هو كيبان ليكم بحال هكا، ها هو ملي كنحلو كنخشي يديا، ها هو بقى لي غير يتخيط. غادي نخيطو من هاد الجهة الأخرى، نخيطو من هاد الجهة الأخرى، تناخدو عاود هاد الطرف ديال الجيب تنحلوه، ثم تنحطها نيشان مع الخياطة الأولى. كتخيطو غير بالمهل في هاد البلاصة هادي باش ما تضطروش أنكم تخيطو، جا بحال هكا، هانتوما راه من الفوق غير غيتصبح غادي يجي خياطة نقية. هانتوما ردو ليا البال، دابا هو الجيب هو داير بحال هكا، الجيب داير بحال هكا، حنا تنجبدو هاد الجيب هذا للفوق بحال هكا،
وتنبدا الخياطه ديالي من هاد الجهه هذه من هنا، تنخيط حتى كندور عليها كامله بحال هكا كما راكم تشوفوني دابا. تنخلي واحد نص سنتيم، نتوما بحال هكا نتوما راه خيطت عليكم بلون مغاير باش يبان لكم. تنجي نقطع، اصلا حنا كنخيطو على نص سنتيم، ولكن الا جاتكم الا جاتكم عاود كبيره ممكن انكم تقطعوها بحال هكا. ها هو الجيب ديالي بحال هكا، غادي ندخلو لداخل. غادي ندخلو هكا لداخل بحال هكا، غادي نعاودو الخياطة من هنايا. تنحاولو نخرجو الخياطة وتنخيطو نص سنتيم. تنحاولو نجبدو هاد الخياطة هادي بحال هكا باش تجيكم الخياطة نقية بحال هكا. تنجيو حتى لهنايا وتنحسن نتقطعو فيا الخياطة ديالنا. وها هو الجيب ديالي. إلا بغيتو الجهة ديال الأمام مثلا، هذا هو الأمام ديال البياسة، هذا هو الأمام، ممكن أننا نجيب واحد الخياطة من هنايا واحد الخياطة رقيقة. ما بغيتوش ممكن أنكم غير تصلحوها وصافي. ها نتوما ملي كنديرو يدنا في الجيب، ها ملي كنديرو اليد ديالنا في الجيب ديالنا بحال هكا، ها نتوما هنايا الخياطة نقية، وملي تنجرو الجيب هانتو خياطة عاوتاني كنديرو ليه هاد الخياطة المدفونة، يعني أن هنايا ما كاينش هنايا ما كاينش دوك العيوب، وهنايا عاوتاني الخياطة نقية. بعد ما صلحت الجيب ديالي جا على هاد الشكل هذا. هانتوما هانتوما هاد الجهة اللي كتكون دايرة هاكا راه كتجي جهة لتحت. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا وشاركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.